السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن شاء الله متابعينا الكرام، النهاردة هنتكلم عن حاجة جديدة وهي أنواع البكتيريا، سواء كانت بوزيتيف أو نيجاتيف الجرام، تمام؟ وهنشوف إن شاء الله أشكالها تحت الميكروسكوب سواء إلكتروني أو الميكروسكوب الضوئي. أتمنى إن شاء الله الفيديو يعجبكم، ولو الفيديو عجبكم ان شاء الله يعني اتمنى سبسكرايب واتمنى لايك واتمنى شير للقناة عشان يوصل لحضراتكم كل جديد في قناة علوم الميكروبيولوجي.
وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجب حضراتكم، وأتمنى من الله عز وجل أن يكون علم ينتفعون به، ودمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.